مرحبا قراء الصغار، أهلا بكم مع كتاب جديد. كتاب اليوم عن العين. وجه عينيك إلي. دعونا نرى سويا ماذا بداخل الكتاب. أغمض عينيك، هل ترى شيئا؟ تساعدني عيناي على النظر. أسود، بني أو أزرق؟ ما هو لون عينيك؟ لون عيني بني. لدي رموش تمنع الغبار من الدخول في عيني، رموش أعيننا من الشعر. تنهمر الدموع من أعيننا عندما نبكي. أنا أبكي عندما أكون حزيناً أو سعيداً. ضع نظاراتك الشمسية الجميلة وتنزه تحت أشعة الشمس. أضع نظارات شمسية لحماية عيني من الشمس. أضع نظارات واقية عندما أسبح. لا تنسى وضع نظاراتك الواقية أثناء السباحة. يضع الناس النظارات عندما يضعف نظرهم. أذهب إلى الطبيب إذا كانت هناك مشكلة في عيني. عندما يتعلق الأمر بالعيون، يجب اتباع أوامر الطبيب بدقة. أتناول الخضار والفاكهة الطازجة للحفاظ على عيني. تناول الكثير من الجزر والحمضيات. اغسل عينيك كل بضع ساعات لتبقى منتعشة. أنا أغسل وأنظف عيني كل يوم. ترتاح عيناي عندما أنام في الليل. أغمض عينيك لكي ترتاح. وانتهى كتابنا لليوم. شكرا لكم، وإلى اللقاء مع كتاب آخر إن شاء الله.